أرصد الأزهر الشريف للغات الأجنبية مواجهة الأعمال الإرهابية بالفتاوى الصحيحة وإبطال المتطرفة منها، وذلك بنشر العديد من التقارير لمواجهة الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة. أيضا كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى الأزهر الشريف لمتابعة التقرير الصادر عن مرصد اللغات مع زميلتنا نشوى الشريف. أهلا بكم مشاهدينا من داخل مرصد الأزهر الشريف للغات الأجنبية، واللي بنتابع من داخل المرصد التقارير اللي بيتم الخروج بها بشكل يومي. هذا المرصد منوط بمتابعة كل ما يثار وينشر بالفعل عن الإسلام والمسلمين حول العالم، إذا كان في القنوات الأجنبية أو في الصحف أو المراكز البحثية أو حتى مواقع الإنترنت، أيضا بيتم مناقشتها وبحثها هنا بداخل المرصد، وبيتم رصدها بالفعل وتفنيدها والرد عليها. الدكتور حسني متولي، مشرف وحدة رصد اللغات الفارسية، أولا برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. خلينا كمان نتكلم الأول عن هناك حديث أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المذهب الشيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من خلال وحدة رصد اللغة الفارسية بمرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية، تم رصد استغلال بعض الإيرانيين لوسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر في الترويج ونشر المذهب الشيعي والأفكار الطائفية حول العالم، وخاصة بين الفئات الشبابية، مستغلين في ذلك حب المسلمين لآل البيت والضغط على وتر المقاومة ونصرة المستضعفين كوسيلة من وسائل نشر التشيع حول العالم والصراعات المذهبية في المجتمعات العربية والإسلامية. وبذلك فقد أضحت وسائل التواصل الاجتماعي أحد الأدوات الناعمة للمد الشيعي، ومن ذلك استغلال بعض المواقع تعليم اللغة الفارسية في نشر المذهب الشيعي والترويج له. وبالفعل تم رصد هذه القضية والشبهات لها، وتم رصد هذه القضية وحاولوا استقطاب الشباب بها بذلك القضية، وتم تفنيدها والرد عليها باللغتين، باللغة الفارسية واللغة العربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المرصد وموقع المرصد على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية. دكتور، بالفعل بتوصلوا لمرحلة الرد، رد على أي موضوع أو قضية، بتردوا بالتأكيد باللغة المنوط بيكم أو اللي أنتم هي مثلا اللغة الفارسية بالنسبة لحضرتك؟ تمام، بنرد عليها باللغة الفارسية على موقع المرصد بوابة الأزهر الشريف وباللغة العربية باللغتين. تمام. شايف تفاعل الناس مع ده إزاي؟ طبعا حضرتك لابد التفاعل إننا حضرتك أرصد الأمر في بدايته بسرعة جدا والرد عليه بالسرعة الأخرى بنفس السرعة، حتى لا يتم يكون الأمر خلاص انتهى أمره، ويعني لو يصبح موضوع بايت يعني خلاص لابد أن يكون موضوع الحدث حدث الساعة وقتي والرد عليه مباشرة حتى يكون له زهو وحضارة. وشايف أن في متابعة بالفعل للمرصد؟ طبعا متابعة ليل نهار يعني مباشرة، الحمد لله. بشكرك جدا يا دكتور. بشكرك جدا. أخيرا مشاهدينا من داخل مرصد الأزهر الشريف للغات الأجنبية، واللي بنتابعه بالفعل بشكل يومي، وده بيكون يعني اهتمام كبير منا بمتابعة القضايا العربية والإسلامية بالتحديد، وتحدثنا اليوم عن عدد من هذه القضايا، ونرجع مرة أخرى إلى استوديو الحياة.